الالتزام بالإجراءات الوقائية من شأنه تقليل الإصابات بفيروس كورونا، ومن أهم هذه الإجراءات تطبيق توكلنا والكشف على درجة الحرارة الجسم عند الدخول إلى أي من التجمعات والأسواق. وهنا يبدأ دور رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن هناك فئة قليلة جدا لا تعترف بهذه الإجراءات. بعضهم صراحة ما شاء الله عليهم، وبعضهم لا والله، يعني تتكلم معه ارفع كمامك اخوي لو تكرمت بدون اي فايده، يعدي من عندك يقول لك ابشر وارفع كمام، يعدى من عندك ونزل الكمام ومشى، ما يدري انه في تطبيق، ما يدري عن هذا النظام الجديد، فيكون صعب عليه وصعب انك تشرح له، فيصير في جدال او صعب تفاهم، فنحاول نجيبهم بالكلمه الحلوه بالذا تعال من هنا وكذا وكذا ونفهمهم. مدير التشغيل في أحد الأسواق الأستاذ خالد القاسم يوضح لنا معاناة رجال الأمن مع مرتدين السوق وإلى ماذا يحتاجون. أعتقد أنه رجال الأمن تعاني من الناس المستهترين بعض الأنظمة، أو ما نسميها بالشكل هذا، نقول أنه ما هو معطين الموضوع الحجم اللي يستحقه، يعني ففرضا يجي عنده تطبيق توكلنا ما دخل يبغى يدخل، بالإضافة للتزاحم عند البوابة، يعني الدولة بقيادة مولاي خادم الحرمين الأمير محمد الله يحفظهم يعني سوت كل شيء عشان نتعدى هالمرحلة هذه. للأسف أنه بعض الناس ما زالت يعني أجي أنا عند البوابة فرضا لما نشيك على البوابات ألقاهم متقاربين بعض، يتذمر لما أقول له خليك على الاستيكر. لازم الناس يكون عندها الثقافة هذه عشان إن شاء الله نعدي المرحلة هذه بكل سلام. جميع الأسواق تقوم بواجبها وتلتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا تعود إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي. للإخبار عبد الغني حادي، الرياض.